يمشي يمين، يمشي يسار، أو يمشي إلى أسفل، أنت بتختار. طيب الناس كلها متعودة إنه يمشي إلى أسفل، يمشي إلى أسفل. طيب هنا إذا عملت داون خلاص، نعمل إنتر، يمشي إلى شنو؟ يمشي إلى أسفل. تعمل أوكي خلاص، هنا لما تيجي تكتب الرقم بتاعك وتعمل إنتر خلاص المؤشر بيمشي إلى أسفل. لاحظوا قبل وقف في شنو؟ وقف في الخلية. الآن لما تعمل إنتر يمشي إلى شنو؟ يمشي إلى أسفل. وكمان ممكن تحدد إنه يمشي يمين أو يمشي يسار أو يمشي إلى أعلى إلى أعلى أو إلى شنو؟ أو إلى أسفل. دي اللي هي after pressing enter move selection. طيب نجي للدرس الثالث اللي هو الكاستم ليست. الكاستم ليست برضه مشروحه عندكم هنا بالشكل ده، اللي هو السهم ده والمربع الاول والمربع الثاني. انا عامل لكم عليهم دايره كده عشان بعدين تستوعبوا انه احنا شنو نقصد بالكاستم ليست. الكاستم ليست يا جماعه هي مجموعه بتاعت بيانات انا بحتاج ليها كمجموعه، مثلا زي ايام الاسبوع، السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء. فما عايز كل ما اجي اكتب في اكسل البيانات بتاعتي اكتب السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء عشان الاسلام. عايز طوال اكتب السبت من هنا واسحب لاسفل يديني شنو؟ يديني ايام الاسبوع كلها. شايفين؟ انا كتبت السبت فقط، رص لي باقي ايام الاسبوع كلها. لما اكتب الشهور ده شهر واحد جانيوري، شايفين؟ لما تسحب لتحت بيديك لحد دي ديسمبر. شايفين؟ كتب لي الشهور كلها. دي بسموها الكاستم ليست. الكاستم ليست برضه مشروحه هنا في المربع ده، فيه خطوتين. الخطوه الاولى انك انت بتمشي ل فايل، نجي نشرح نعمل كاستم ليست، نشوف الكاستم ليست كيف. فايل مور اوبشنز ادفانس، تجي تحت خالص هنا، تجي تحت فول، تلقى اديت كاستم ليست. هذه الكاستم ليست الموجوده في اكسل، من ضمنها انا عامل كاستم ليست نسميها رمضان اكسل داشبورد سيشنز. دي عملتها انا لكم انتم. طيب بمعنى انه اذا كتبت رمضان وسحبت الى اسفل في اربع خلايا، اكتب لي الاربع خلايا دي اللي هي رمضان اكسل داشبورد سيشنز. ليش؟ الكاستم ليست هي مجموعه بتاعت ارقام انا بحتاج اكتبها بشكل متكرر. يعني انا دائما لما يكون لي شغل سنوي منقسم لشهور بحتاج اكتب يناير فبراير، يناير فبراير مارس ابريل كده. طيب الكاستم ليست بتخليك ان اذا كتبت الاول تنزل الباقي على طول، حتى لو ما بديت من البدايه، حتى لو ما بديت من البدايه هو بيبدا لك من مكان انت مشيت، وبيكرر ال بيكرر ال العمليه كل ما انت رايح ساحب الى اسفل. فنحن عملنا كاستم ليست خاصه بجلستنا دي سميناها رمضان اكسل داشبورد سيشنز. شايفين؟ طيب هنا لما اكتب، شايفين هنا مثلا هنا لما اكتب رمضان، شايفين؟ بس تكون كتبت صح الاملاء، تكون كتبتها بشكل صحيح. هنا اذا سحبت الى اسفل شايفين بديك طوالي الكلمات اللي انت كتبتها. فالكاستم ليست بتكون دائما من اختيارك انت. تحديدا اقسام بتاعت مستشفى، اقسام دراسيه في جامعه، اي شيء، منتجات كده، انت بتحتاج تكتبه بشكل متكرر عشان ما في كل مره تيجي تكتبها تمشي تعملها في الكاستم ليست. تكتب الاول يروح طوالي كاتب لك الثاني والثالث والرابع الى اخره. فنجي نشوف هنا مثلا دي ايام الاسبوع، نحن اذا كتبنا السبت شايفين وبدينا نسحب الى اسفل بيديني بقيه ايام الاسبوع، تشوف كده لحد ما تصل الجمعه. تمام؟ طيب اذا بدات تسحب طوالي حيروح مكرر ليك خلاص اوفر اند اوفر، طوالي السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، خلص الجمعه يمشي السبت، الاحد، الاثنين الى اخره. بنفس الطريقه الشهور، حتى طالما هي كاستم ليست، اذا انت مثلا بديت من شهر مارس، شايفين هنا بدينا من شهر مارس. طيب بدينا نسحب لتحت بيديني طوالي ابريل، شايفين مايو، يونيو، يوليو كده لغايه ما اصل لشهر شنو؟ شهر اثنين. فدي الشهور بتاعتي كلها، واذا سحبت لاسفل بيبدا شنو؟ بده يكرر مارس والى اخره. اللي هي دي شنو؟ دي الكاستم ليست. انا بعني بالكاستم ليست انه هي قائمه بتكون مجموعه بتاعت اشياء
مكررة أنا بكتبها في كل مرة، فإذا كتبت الأول منها وسحبت إلى أسفل من هنا يديني شنو؟ يديني المجموعة كلها، وإذا كتبت مثلا هنا يوم السبت يديني الأيام الأسبوع كلها، وإذا عملت له هنا زي ما قلنا إحنا رمضان هنا كتبنا رمضان ده صحيح؟ لا هنا هنا في إيه؟ بالشكل ده إذا كتبناه صحيح يقدر تنزل معاه الأربع أشياء اللي هي نزلت إكسل رمضان إكسل داشبورد سيشن اللي هي دي أربع كلمات أنا كتبتها، وقلت إذا كتبت الأولى أديني الأربعة الباقية دي بيسموها كاستم ليست كده مظبوط؟ طيب ده ما عندنا من سيتنجز الليل. السيتنجز اللي هي حاجات بجهزها أنا قبل ما أبدأ أشتغل، اللي هي كيف أنا أكتب لونج فريز، كيف أستخدم علامة إنتر تمشي لليمين لليسار لأسفل إلى أعلى وتبقى في مكانها، أنا أفضل إنها تبقى في مكانها وتنزل إلى أسفل كده، وبعدين على حسب الاتجاه اللي أنت شغال عليه. طيب الثلاثة الكاستم ليست، الكاستم ليست دي بتعملها انت زي ما قلنا بتكتب العناصر بتاعتها من هنا وكل ما تحتاج ليها بتكتبها وفي اي مكان في الملف، يعني اذا مشيت اي مكان في الملف هنا كتبت يوم السبت خلاص حاولت تنزل لتحت تديك شنو؟ تديك ايام الاسبوع كلها، واذا خلصت بيبدا يكرر لك شنو؟ يكرر لك الايام مظبوط؟ طيب دي الثلاث دروس الاولى خاصه بشنو بالسيتنج. نجي لبعض الاحصاء، نجي نشوف مثلا يعني نبدا ندخل حاجات شويه شويه عشان الناس تبدا تتعود على الشغل بتاع الاحصاء. طيب شوف نجي نشوف الكوريليشن، الكوريليشن ده هو يعني احصاء بنستخدمه نحن عشان نحسب العلاقه بين متغيرين كميين. المتغير الاول عنده قيم والمتغير الثاني عنده قيم، احنا عايزين نحسب العلاقه بين القيم دي في المتغير الاول والمتغير الثاني، يعني كم ياخذ المتغير الاول وكم ياخذ المتغير الثاني، وهل المتغيرين دول مرتبطين مع بعض او غير مرتبطين مع بعض. طيب هنا الكوريليشن ده هو معدل انا بحسبه واكتب المعادله بتاعتي عادي، والمعادلات دي يعني عايزه منكم صبر شويه لحد ما تتعودوا عليها. دائما انا لما يكون عندي شكل بتاع بيانات زي دي بيفور اند افتر بالشكل ده شايفين كده دي البيانات بتاعتي بيفور اند افتر، ممكن عادي تعمل لها رسم بيان عشان تشوف شكل البيانات عامل كيف. طيب هنا ده ممكن ترسم اي رسم بياني كده يديك شنو؟ يديك شايفين هنا يديك يديك شكل غيرين الاثنين ماشيين مع بعض كده، يعني دي رسمه صغيره كده وسريعه، الرسوم دي لسه بكره ان شاء الله او مش بكره جاي الجلسه الجايه، يعني دي رسمه بتوريك شكل الغيرين الاثنين مع بعض كده. طيب نحن عايزين نحسب العلاقه او معامل الارتباط بين المتغيرين دي اللي هما بيفور اند افتر. طيب كورليشن انت بتيجي تكتب يساوي اي داله في اكسل ونقدر علامه يساوي بعدين كورليت، وانت مجرد ما تبدا كتابه العباره هو بيديك ليها وبيديك هنا ماذا تعطي هذه الداله، شايفين هنا بيديك انت اول ما بدات تكتب هنا اللون الازرق بيديك الداله، وهنا بيديك الداله دي ذاتها بتديك شو، فالحكايه بالنسبه لك بتبقى سهله، بيديك returns the correlation coefficient between two data set اللي هو هذه الداله تعطي معامل الارتباط اللي هو الكورليشن كوفيشنت بين تو داتا سيت بين مجموعتين من شنو؟ من البيانات، بتعمل دبل كليك في العلامه الزرقاء فبيطلب منك تحدد المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. طيب فبتيجي تضغط على المجموعه الاولى اللي هو بشكل ذكي وبتسحب لحد ما تخلص تمام؟ طيب بعدها بتعمل الفاصله طوالي بنشط لك شنو؟ لاحظ هنا الاري الاول لونه ازرق شويه او اسود شويه اللي هو جراي يعني اللي هو غامق يعني. لما تعمل الفاصله بديك تكتب الاريا الثانيه اللي هو المجموعه الثانيه، تقفل القوس بتاعك تعمل انتر بديك طوالي شنو معامل الارتباط بين الرقمين دي او بين المتغيرين اللي هم بيفور اند افتر،
ونلاحظ انه دي قيمه معامل الارتباط. دائما يا جماعه في الاحصاء معامل الارتباط عندنا بيقع بين صفر وواحد اذا هو بوزيتيف، وبين صفر وسالب واحد اذا هو نيجاتيف، وبالتالي هو بيتراوح بين سالب واحد الى واحد. طيب مظبوط. طيب ده كيف نحسب معامل الارتباط، وهو معامل الارتباط بيعمل ايش؟ طيب احنا قلنا يا جماعه عشان احسب معامل الارتباط بين كميتين في اكسل بعمل الاتي: علامه تساوي كوريليت، بيديك طوال الاختصار اللي هو الكوريل، ما بتكمل الكلمه كلها كوريل كده، شايفين؟ بيديك اثنين اريز، الاري الاول بيكون نشط، شايفين لما امر على الماوس بيبقى نشط، والثاني لا. الاول اقوم اضغط في العلامه في الرقم الاول واسحب لحد ما اخلص، انا حددت الرينج، وتشوف العلامه بعد اري 1 في فاصله، تعمل فاصله بيظهر لك طوال شنو، لاحظ الاري الثاني بقى شنو، بقى نشط خلاص، الاول هو استلمه، انا ده عايز الثاني، اجي بضغط هنا لحد الثاني وبقفل القوس وبعمل انتر. لاحظوا لما عملت انتر المؤشر نزل لتحت، ليش؟ لانه انا فوق حددت، لو لما عمل انتر المؤشر نزل لتحت. تمام. طيب ده الكورليشن كوفيشنت، تمام، معامل الارتباط. وفي كمية من الإحصاءات ممكن نعملها من خلال الإكسل، وده رسم بياني مخفض أو رسم بياني بسيط للعلاقة بين المتغيرين، يعني بس نشوف فيها وكده، لكن الرسوم كلها والتصاميم بتاعتها وكده هنشوفها في الجلسة الجاية. طيب ده الدرس الرابع، نجي للدرس الخامس. الدرس الخامس ده حاجة بقى مهمة جدا في الإكسل، ونحن عايزين نشوف فيه اللي هو حاجتين: how to trace precedence and trace dependence، اللي هو نتتبع الخلايا المعتمد عليها والمعتمدة. أنا ما بعرف العربي ده شوية في الحاجات دي، لكن أشرح لكم بطريقة بسيطة. إذا عندي خلية عايز أغيرها، عايز أسحبها من البيانات بتاعتي، لازم أعرف هل الخلية دي بتعتمد عليها خلايا ثانية، عشان إذا سحبتها تتأثر الخلايا الثانية، وهل الخلية دي هي إذا سحبتها هي بتعتمد على أي من الخلايا. فدي الحاجتين بيسموها تريس بريزيدنس اند تريس ديبندنس. التريس بريزيدنس بشوف الخليه دي اللي بيعتمد عليها شو، والتريس ديبندنس بشوف الخليه دي هي بتعتمد على اي شيء. فهي يعني زي الحكايه المقلوب مقلوبه كده. البريزيدنت اللي هي على ماذا يعتمد هذه الخلية، والديبندنس على ماذا تعتمد هذه الخلية. نجي نشوف مثلا نجي نشوف مثلا الخلية دي، مثلا دي نجي نشوف الخلايا اللي بتعتمد عليها، يعني نحن إذا حذفناها هي أو أي شيء بيحصل إيش. فتمشي للفورمولاز، هنا تختار تريس ريزيدنت، بيجيك الشكل ده. بيجيك الشكل ده يعني شنو؟ يعني هذه الخلية بتعتمد على الخليتين اللي فيهم علامة زرقاء، شايفين الفكرة؟ وفانيسهم بيقول لي الخلية دي بتعتمد على الخليتين السابقتين دي اللي هما 300 وال267، تمام؟ الفرق بينات الخليتين دي بيديك سالب 33 او 33 بالموجب، انا مش عارف كويس. طيب اللي هو ده شنو؟ التريس بريسيدنس. نجي نشوف التريس ديبندنس. التريس ديبندنس مثلا الخليه دي اللي بيعتمد على شنو؟ فنجي نشوف مثلا ال 500 دي. نمشي في التريس ديبندنس، شوف ال 500 دي بيعتمدوا عليها قيمتين، اللي هو المجموع بتاع الصف اللي هو سالب 23، والمجموع بتاع العمود اللي هو ال 2550. بمعنى اذا تغيرت ال 500 دي او سحبت من الملف، هنالك خليتين هيتغيروا او هيتأثروا. ال 33 دي
دي السالب هي موجب ولا سالب؟ طيب ال 33 دي بتعتمد على 300 وال 267، بمعنى انه اي تغيير في 300 او ال 267 بيؤثر في ال 33، وال 500 اي تغيير فيها بيؤثر في السالب 23 وبيؤثر في ال 2500. تمام، دي الفكره بتاعت التريس بريزيدنت والتريس ديبندنس. يا بس شوف دي عايزين نشوفها بتعتمد على شنو. فتيجي تضغط تريس بريزيدنت، هنا بيديك مجموعه الخلايا اللي هي بتعتمد عليهم هذه الخليه، واي تغيير في هذه الخلايا الاربعه اللي فوق لها يؤدي الى تغيير في هذه الخليه. عشان انت لو عايز تعمل اديتنج، لو عايز تحرر بياناتك، لو عايز تعمل اي حاجه في الملف حقك، تعرف انه الاربع خلايا اللي قدام 5140 دي هتاثر في المجموع تحت هذا. فدي الفكره. طيب نشوف هنا، دي لو عايزين نعمل لها تريس بريزيدنت، شايفين هنا الخليه 240 دي بتعتمد على الاربع خلايا اللي حولها دي، شايفين؟ يعني هي الخليه 240 اللي انا عاملها باللون الاخضر دي بتعتمد على الاربع خلايا الموجوده باللون الاصفر، وبالتالي عامل لي سهم من هذه الخلايا. طيب انا ممكن اعمل ريموف اروز اللي هي اسحب هذه الاسهم، واجي اشوف مثلا الخليه 80 دي ماذا يعني. الخليه 80 دي نشوفها بتاثر في شنو. الخليه 80 دي استخدمناها في حساب شنو. فانت هنا بتجي تشوف تريس ديبندنس، يعني تتابع الخلايا التي تتاثر بهذه ال 80. طوالي بيديك شنو؟ بيقول لك الخليه فيها 240. تمام؟ طيب هنا ال 1200 دي دار تشوف الخلايا اللي بتتاثر بال 1200. طوالي قال لك دي الخليه المكتوب فيها 5140 وهكذا. فدي يا جماعه فكره تريس بريزيدنت وتريس ديبندنت، لانه يا جماعه بيكون عندك ملف كبير انت بتحتاج تسحب منه احيانا بعض البيانات او تغير فيها او كده. الخلايا اللي بتتاثر بالتغيير ده هو انت ممكن تشوفها من تريس بريزيدنت وتريس ديبندنت. يعني هنا مثلا ال 512 دي اشوف التريس ديبندنس، الخلايا اللي بتعتمد عليها خليتين اللي هي السالب 112 وال 2578. ده الدرس الخامس، وبعد تخلص من التريس ديبندنت والتريس بريزيدنت هنا بريسيدنت دي تعمل ريموف روز يسحب الاسهم عشان يخلي لك الشكل بتاع القاعد كموجود. ففكره اتمنى تكون وضحت وحادثه. طيب واضحه الفكره دي؟ عشان اذا واضحه وما في سؤال دي كده خمسه دروس، نحاول نمشي للدرس السادس. اعمل بريك شويه اسمعكم ونواصل. طيب في شات، كبر الشاشة، الشاشة ما ظاهرة، الشاشة ما واضحة، الصوت ماله، كيف الصوت ماله؟ يا دكتور طارق، دكتور طارق، الصوت واضح؟ ويبدو ان الدكتور طارق سكت الجماعه كلهم. ايوه طيب الصوت واضح. طيب اذا في سؤال طالما الصوت، طيب دقيقه انا
طيب ممكن تشغلوا صوت، انا الان فتحت لكم الصوت اذا في حد عنده سؤال او كده، عشان ما نمشي بسرعه كبيره. انا شايف انه مشينا سريع شويه. طيب حاضر يا جماعه، ارسل لكي سهيله صوت واضح عشان واضحه. طيب انا كنت بشاشه شويه عشان المظاهر. طيب ليه صوتكم ما واصل يعني؟ اعتمد على الدردشه فقط؟ طيب طيب خلاص انا ما قدرت اسمعكم. ايوه طيب نواصل. طيب طيب الشاشة كده إذا واضحة اعملوا لي أنيميشن أو يعني صمت. طيب نمشي للدرس السادس اللي هو الادفانس فلتر. طيب نحن كلنا شفنا امس انه نحن بنعمل فلتر بالشكل ده، شايفين مثلا هنا. طيب عندي بيانات للسيلز شهريه وده البرودكت بتاعي، انا دي تو تايبس اوف برودكت اللي هو البي سيز والتي في، وعندي السيلز فاليوز القيم كلها موجوده عندي، وعندي شهور اللي حصل فيها البيع. طيب انا عايز اعمل فلتر، لان كلنا بنعرف نعمل فلتر زي ما قلنا امس، كنترول شيفت ال بيجيك بالشكل ده، انت بتختار الفلتر اللي انت عايزه باي شكل، وزي ما اتفقنا امس بنعمل مثلا جريتر زان مثلا 2000، تعمل اوكي بيديك شنو؟ بيديك الناس اللي هم اكبر من 2000. ده الفلتر العادي، لكن احنا الان عايزين نعمل فلتر بشكل مختلف هنا اللي هو يكون ادفانس فلتر، اللي هو دي المجموعه بتاعتي كلها يا جماعه، شوفوا البيانات بتاعتها ثلاثه كده هنا، عايزين نكملها لحد النهايه اللي هي انا عندي 28. طيب هنا هنا انا عايز اعمل ادفانس فلتر، اللي هو الفلتر هنا انا بعني به انه انا عايز مجموعه تظهر عندي بطريقه شويه احسن من انه انا اعمل كنترول شيفت ال من هنا زي ما قلت للطريقه البلديه، نحن نعمل كده واختار الفلتر واسوي له اقل من 3000، شايف كده تعمل اوكي بيديك دي المجموعه اللي هي فيها سيلز اقل من كم؟ اقل من 3000، هنا ما في قيمه اكبر من 3000، دي الطريقه اللي شغالين بها. لا نحن الان عايزين نشتغل كنترول شيفت ال يا جماعه، بترجعك لبياناتك الثانيه بشكل شنو؟ بشكل اكبر. طيب عشان نعمل ادفانس فلتر، نعمل فلتر بطريقه متقدمه شويه، بنجي دي المجموعه بتاعتنا اللي هي 28 دي، اللي هي نحن عشان نكون عارفين هنا نحاول نعملها بشكل شويه لون مثلا لون جري كده. ده المكان اللي انا عايز اعمله فلتر. طيب دي الكرايتيريا اللي انا عايز اعمل بها فلتر، يعني مثلا انا عايز اختار اذا كان شهر يناير فقط، عايز اختار اذا كان البروبات تي في فقط، وعايز اختار اذا كان السيلز اكثر من 2000. دي كلها طرق انا ممكن اعمل بها فلتر، بحيث انه انا ما عايز اشوف بياناتي كلها، مره عايز اشوفها في شهر يناير فقط، مره عايز اشوفها في اذا كان المنتج تي في فقط، مره عايز اشوفها اذا كان السيلز اكبر من 2000، واحيانا اكون عايز اشوفها في الشهر وفي البرودكت وفي الثلاثه مع بعض. طيب شوف انت بتختار مكان عايز تاخذ فيه
الفلتر بتاعك اللي هو بعد ما يعمل تصفيه للبيانات يخد بالك فيها. تمام؟ طيب او يخلي لك في مكانه بس يسحب لك البيانات اللي انت ما عملت عليها شنو؟ ما عملت عليها فلتر. طيب عشان نعمل فلتر نجي من قائمه داتا، شايفين من هنا عندنا ده الفلتر. شوف الفلتر اذا عملته كده بيديك الفلتر بالطريقه بتاعتك القديمه، يعني اذا هنا عملتها كده شايف هنا وعملت فلتر بيفلتر لك بالطريقه بتاعتك اللي انت شغال عليها. اذا اخترت ادفانس فلتر من هنا شايف هو بيديك ادفانس فلتر. طيب الادفانس فلتر انا بحدد فيه الرينج اللي هو المدى اللي انا عايز يختار لي منه، اللي هو بقول له اختار لي من عنده اللي انا عايز افلتره 30 26. طيب هنا بحدد الكرايتيريا رينج اللي هو يشوف الكرايتيريا اللي انا عايزها، اللي هي مثلا انا عايز اختار من هنا اقول له اختار لي اذا كان الشهر يناير فقط جانيوري واعمل اوكي. شايفين هنا بيجيب لك شنو؟ بيجيب لك السيلز التمت في شهر يناير فقط بغض النظر عن هي السيلز اماونت كانت كم، وبغض النظر عن المنتج هو بي سي او تي في. فهو بس اعطاك جانيوري لانك انت عملت الفلتر على شهر يناير. ممكن امشي شويه اقول لا عايز يناير والمنتج بتاعي يكون تي في او بي سي على حسب ما انت شايفه مناسب. طيب تجي هنا طوالي ادفانس فلتر تعدل في شنو هنا؟ انا ما بعدل في الرينج لان الرينج خلاص انا حددته، بعدل في شنو؟ في الكرايتيريا. هنا بجي بقول له الكرايتيريا عايز الشهر والبرودكت. اذا كان الشهر يناير والبرودكت تي في اديني التصفيه بتاعتي بتكون بالشكل ده. فهنا لما تعمل كده بيجيك هنا فقط اللي هو المنتجات بتاعت التي فيز في شهر يناير، والمبيعات كانت 2300 3400 4000 وكذا. لو عايز تضيف كرايتيريا ثالثه عايز الشهر يناير والبرودكت تكون تي في والسيلز تكون اكبر من 2500 تجي للادفانس هنا تحدد الكرايتيريا رينج بتاعك هنا تغيره وتجي تختار له هنا الثلاثه دي مع بعض وهنا تعمل اوكي. بيلاحظ هنا بيديك فقط اذا كان المنتج في جانيوري وكان المنتج تي في وكانت السيلز اكثر من 2500. واضح الكلام ده؟ طيب انا عايز امشي لحاجه اجمل من كده شويه. انا عايز الفلتر ده ما يكون في نفس يعني ما يقصر لي السلسله دي، لا اديني له في مكان ثاني بحيث انه انا عايز يوصل لي خارج الجدول ده. طيب نجي نشوف الحكايه دي بتتم كيف. طيب لما تخلص من ده كله ما عايز اي شيء تعمل كلير بيرجع لك شنو؟ بيرجع لك بياناتك كلها. لاحظوا هنا انا عملت كلير رجعت لي بياناتي زي ما كان. طيب عايز اعمل فلتر ثاني لكن النتيجه بتاعت الفلتر ما تظهر لي هنا باللون ده، عايز تيجي تظهر لي هنا في المكان هنا، يعني ما عايز النتيجه تظهر لي هنا، عايز تظهر برا. طيب تيجي تعمل ادفانس هنا بدلا عن فلتر ذا ليست ان بليس تختار كوبي انذر لوكيشن. طيب الليست رينج تحديدها انت من هنا بالرينج بتاعتي اللي انا هعمل عليها فلتر اللي هي 28 حبه دي 28 دي. طيب الكرايتيريا رينج اللي هو اللي انا هختار من وين اقول لي عايز ناس يناير فقط. تمام؟ طيب الكوبي هنا انا بجي بقول له انسخ لي هنا في المحل دي، انت بتحدد له هو عايز انت عايز النتيجه تكون وين، تعمل اوكي بتجيك شنو؟ بتجيك نسخه وبياناتك هناك تكون قاعده كما هي. فهنا بتجيك شنو؟ بتجيك ناس يناير فقط بغض النظر عن المنتج بي سي، المنتج تي في، السيلز اماونت كميتها قد شنو. فده الفرق بين الفلترنج في نفس البليس اللي فيه البيانات والفلترنج في مكان شنو؟ في مكان مختلف. انا عشان النقطه دي عايزه شويه منكم تركيز وكده اعيدها لكم مره ثانيه وثالثه لحد ما الامور تمشي معاكم بشكل. طيب هنا نمسح ده خالص، دي بياناتنا شوفوا.
دي بياناتنا هنا، انا عايز اعمل منها فلتر، بحيث انه طيب انا عايز اعمل منها فلتر، الفلتر ده انا عايزه هنا عشان ما عشان هنا فبريوري، نشوف فبريوري والمنتج بي سي والسيلز تكون اكبر من 2000، عايزين 2050، عايزين 2000 بس، تمام. طيب نجي هنا نعمل ادفانس فلتر، شفتوا الرينج ثابت كما هو. طيب الكرايتيريا رينج المره دي عايزه بحاجتين، الشهر يكون فبريوري والبرودكت يكون بي سي، تمام، وعايز اعمل كوبي هنا ده في المحل ده، هنا انا بحدد هنا المكان اللي انا عايز فيه شنو اللي عايز فيه النتيجه بتاعتي، فبتعمل اوكي بيكون بيجيب لك شنو؟ بيجيب لك فبريوري البي سيز واكبر من كم؟ من 2000، ما عارف في 1900 دي جات ليش هنا؟ ما انا شايف في سبب ثلاثة دي، لكن هي دي النتيجة المفروض تكون. طيب نشوف سبب ايش؟ طيب دي عملية الفلتر، يعني احنا نفهم الفكرة وبعدها نراجع نشوف ليش هو جاب 1000 و شوفوا هنا نحدد المكان اللي احنا عايزين نعمل فيه فلتر، نجي لادفانس وبيختار الرينج، اذا اختار الرينج خلاص، اذا ما اختار الرينج تمشي تظل الرينج اللي هو عليه الاختيار، الكرايتيريا رينج محددين في الكرايتيريا، تقول له عايز الشهر يكون فبروري والبرودكت يكون بي سي والسيلز تكون اكثر من 2000، ويعمل كوبي، والكوبي يجيبه وين؟ يجيبه هنا في المكان ده، وهنا تعمل اوكي، شايف؟ او ايوه هنا مظبوط، فهنا جاب لي الفبروري والبرودكت والسيلز اكبر من كم؟ اكبر من 2000، ودي الحالتين فقط، مره 4000 ومره كم؟ ومره 3500، اللي هي دي نمره 5 البي سي دي عشان نتاكد 2 و3500 فبريوري والبي سي 3500 هذه كده 2 ثاني، ما في اي واحد من الخيارات دي بينطبق عليه هذه الشروط، تمام. اذا خلصت من هنا تروح الداتا، تروح الكليب هنا خلاص، ما كليب هنا تمسح بياناتك تجيب لك من جد. طيب بعدين في التمرين انا بديكم الكريتيريا مثلا بمارش او كده وكده. طيب يا جماعه انا ارجع تاني، لانه المساله بتاعت الفلتر دي مهمه، انا بقول الفلتر ممكن تعمله بنفس المكان وممكن تعمله في مكان ثاني، ممكن تعمله بكريتيريا واحده او تعمله باكثر من كريتيريا، حلو؟ طيب اذا عايز تعمله في المكان ذاته او في مكان مختلف، الفرق هنا انت هنا عايز تعمل فلتر ان ذا ليست، فلتر ذا ليست ان ذا بليس، يعني يفلتر لك في نفس المكان او يعمل لك كوبي في مكان اخر تحدده انت. الكوبي في مكان اخر بيديك امكانيه انك انت تشوف البيانات المفلتره وتشوف البيانات الكليه. الفلتر في نفس المكان بيخليك بس تسحب بياناتك اللي انت عايز تشوفها. طيب ليست رينج المكان اللي انا عايز افلتر منه، اللي هو ده كله كده، ولما تعمل كده يا جماعه تعملوا ده الهيدنج بتاعه، وهنا اكسل بيفهم انه ذاك الراس طالما بياناته ما تشبه ليه. طيب الكرايتيريا انت بتيجي تحددها، عايز كرايتيريا واحده بتكتب الكرايتيريا هنا بتاعتك المنث فبريوري خلاص، وتعمل اوكي بيديك شنو؟ بيديك الانتاج في فبريوري فقط، لانه هنا قلنا له اعمل لنا فلتر في نفس المكان، ما قلنا له انسخ النتيجه، حلو؟ طيب هنا لما تعمل كلير هنا بترجع لك البيانات بتاعتك كما كان، فده الفلتر بشكله المتقدم والى اخره. طيب النقطة دي واضحة، وإذا ما فيها إشكالية نمشي للدرس البعد.
طيب هل الفلتر ده واضح يا جماعة؟ عشان إذا مظبوط نمشي للدرس اللي بعده. ها الشاشة تمام. طيب طيب نمشي للدرس الخامس أو السادس على حسب ما نشوف. طيب ده الفكرة. طيب نجي هنا للدرس السابع اللي هو how to calculate percentages. نحن هنا عايزين نحسب كيف نحسب النسبة من بيانات موجودة، ودي النسبة اللي هي محسوبة. أنا عايز آخذ البيانات دي ذات الكوبي زي ما قلنا أمس، أو نسحبها لكم بالطريقة اللي درسناها لازم أقول له هنا، وتضغط هنا وتبدأ تسحب وتجيب منها نسخة هنا. دي النسخة بتاعتك اللي هي لحظة نسختها وحافظت عليها، هي قاعدة. وده الفرق من الكت. الكت إذا عملت كت وجيت لصقتها في مكان ثاني تفقد البيانات بتاعتها، تفقد البيانات طيب هنا أنا عايز أحسب نسبة التغير هنا، اللي هو أنا عايز أحسب اللي هو سالب 5% دي جات منه. طيب نحن عندنا أبس من هنا، وعندنا اكشوال فاليوز، وعندنا بادجت فاليوز. نحن عايزين نحسب التغير. دائما يا جماعه نحن عشان نجي نحسب المعادلات بتاعتنا لازم تكون عندنا منهجيه او طريقه نحن قاعدين نحسب بها التغير دي. ودي برضه يا جماعه رسمه بيانيه نحن رسمنا لكم كده ساي، لكن بكره او الجلسه الجايه ان شاء الله بنيجي نشتغل على الرسوم بحيث انه تكون الرسوم شكلها اجمل وانيقه اكثر يعني. طيب شوف عشان تحسب نسبة التغير من هنا، انت ده تحسب الاكشوال والبادجت، ده تشوف التغير اللي حصل قدر شو. تمام، انت بتجي تكتب يساوي اللي هو بتجيب الاكشوال على البادجت ناقص واحد. شوف كده بالشكل ده، دي النسبة اللي أنا حسب اللي هي نسبة التغير تمام. بالنسبة هنا وأنت عادي تجي هنا تحول إلى نسبة مئوية، بتجيب شنو بالشكل ده خلال توصيل، وتعمل دراج داون وتصير لك شنو تظهر عندك البيانات حقتك كيف نحسب النسبه. فلما يكون عندي نسبه او عندي اكشوال بادجت، اكشوال بادجت ده احسب التغير التشينج يكون قد شنو، بعمل علامه يساوي بقسم الاكشوال على البادجت ناقص واحد. لا دي معادله رياضيه اذا انت عايز تعملها، اللي هي اصلا بتساوي الاكشوال على البادجت ناقص البادجت على البادجت. الواحد ده هو البادجت على البادجت فبقى واحد. لو عايز تاخذها في السبوره هي اصلا الاكشوال على البادجت ناقص البادجت على البادجت، اللي هو الاكشوال الحقيقي على البادجت دي ميزانيه. لا البادجت دي شنو؟ ما اعرف انا بدي بالعربي والله يعني شو، لكن اي موازنة او التارجت، يعني بادجت شنو يا طارق؟ الموازنة او التارجت، يعني الحالة المستهدفة. ايوه طيب كويس، اللي هو اي الاكشوال على البادجت ناقص البادجت على البادجت، اللي هو طيب ده بيديك التشينج. فهنا لما تيجي تحسب المعادله، وطبعا لما نقسم حاجه على نفسها بيدينا واحد، فهنا هقول بقسم الاكشوال على البادجت ناقص واحد. اكشوال هي الاكشوال على البادجت ناقص البادجت على البادجت. فهنا لما تعمل اوكي بيجيك شنو؟ بيجيك نسبة التغير. انت لما تيجي تحسب من هنا شوف،
بعدها بتيجي شنو تظهر لكل البيانات بتاعتك بالشكل ده. هنا انت حسبت التشينج كنسبه، وجيت بعد كده انا عملت له الرسمه البيانيه دي عشان الرسمه دي توضح لك منهم كان بالموجب ومنهم كان بالسالب، و200 يبقى اخضر و200 يبقى احمر اذا كان بقى بالسالب وهكذا. والرسمه دي ممكن تسقطها هنا، شوف اذا جبتها في البيانات ذاتها بتلقاها شكلها يعني موجوده بالضبط في المكان اللي فيه يعني العمود بتاع الرسم البياني موجود في نفس الخليه اللي فيها الرقم، وانا عملته شفاف اللي هو انت هنا اللي هو الفيلنج الشيب الشكل ذاته انت ممكن تعبيه وممكن تخليه بدون تعبئه عشان اذا عايز تمرر على البيانات عشان تعرف منو منهم بالشكل ده. زي انتم شايفين انا بمرضهم هنا بعرف منو منهم كان بالموجب ومنهم كان بالسالب، بستفيد من الشفافيه بتاعت الرسمه بتاعتي وبمررها هنا، ممكن اخليها قاعده هنا وهكذا. الرسمه ذاتها بعدين ان شاء الله الجلسه الجايه هنشوف الرسوم دي بنتعامل معاها كيف ونحطها كيف وهي بتتكون من شنو ومتين مكتوب البيانات والى اخره. طيب دي يا جماعه هاو تو كالكوليت البيرسنتج، احنا كيف نحسب النسبه؟ انت بتاخذ معلومه نحسبها لكم مره ثانيه من هنا، اكيد من هنا تاخذ اللي هو قلنا يساوي الاكشوال تقسيم على البادجت او ناقص واحد. يا جماعه بعدين القسم والضرب يسبقان الجمع والطرح، المعادلات دي برضو تذكروها معاهم، وده الاكشوال من هنا ودي البيانات بتاعتك. الرسمه عادي فظلل هنا ضيق، فظلل الجزء ضيق من هنا وكنترول وتظلل التشينج ده من هنا، وبعد ذاك تجي تدخل انسيرت وتجي تحدد الشكل اللي انت عايزه، فهو الشكل ده يجيك ده نفس الشكل، هو نفس الشكل ده. طيب تعال بس معي شويه، ايوه بدي اتحرك، ايوه طيب ده نفس الشكل. الزوم مع ال عندك شوية علق عليك شوية. طيب شكلك الاكزل ده تعب وتعب شديد يا دكتور، والله ما تعبوا لا داري ياخذ له راحة شوية. اي لكن يبدو لي والله هو تعبان الجهاز. ايوه انت عارف مشيت اشتري لي جهاز جديد هم من سماحتي ما قدرت اعزل ذاته يعني فتاخرته. هاي لا لا انت لازمك لابتوب زي ما بيقولوا ماك بوك بكابابيلتيز عالية. لا لا ممكن حتى ديل هسي ديل ممكن تلقى لابتوب كويس اتش بي. الحاجة المؤسفة طبعا توشيبا وقفت وقفت إنتاج اللابتوبات لا لا لكن شوف أنا لا ديل ولا اتش بي البافيليون الفيرشن الجديدة دي، هاي لا سامحة شوف من الجيل العاشر وفوق كور اي 7 بعد ذاك المواصفات 16 جيجا كده بتلقى حاجة كويسة. أيوة. طيب ما ظهر لسه الشاشة ما رجعت فيها يا دكتور لابتوب هواوي دي 16 اسمه، والله لك مواصفاته فل وسعره ظابط. سعره ظابط كيف الآن هواوي ظابط سعره بقى ظابط لا لا سعره 2000 ريال و400 في الحدود دي، كور اي 7 ايوه الهاردس اس اس دي اسرع هاردس، وبيجي معاه 512 والرام من 8 ل 16، ثاني بيزيد حسب بتلاقي في جرير في النون في جرير كله موجود. ايوه خلاص انا جرير دي جنبي قريبه من اللي بمشي برجولي ساعه ايوه هو عنده هواوي دي خلاص 16 رسلها لي لابتوب في رسلها لي مواصفات، في الواتساب بس ركز على الحادث يكون نوعه اس اس دي.
اس اس دي. ايوه هاي الالعاب شيء ان شاء الله. الرام والجيل اللي هي معروفات من كور اي 7 رام 16 8 من 8 كله ضابط يعني هاي ما هسه بيخافش. علق علق ده والله علق خلاص. طيب قبل ما يرجع لنا، هل الشرح ده واضح والتفاصيل دي سهلة بالنسبة لكم، ولا بتحتاج تفاصيل أكثر؟ واضحة والله، واضحة جدا ما شاء الله يعني. مفيدة يعني، الناس بيستفيدوا منها. خالص. هسه أنا مثلا أقول لك حاجة، أنا هسه مثلا الدرس السادس ده أنا هسه حأطبقه طوالي، أنا هسه عندي داتا بس منتظرة تكتمل. أها كنت مفكر كيف تو أنالايز، يعني فيها دايمنشنز كثيرة بتاعت أناليسيز. أيوة لقيت مثلا الطريقة بتاعت الأدفانس فلتر دي فيري هاندي. أيوة ممتازة هاي لا لا I'm ممتازة. going to apply it straight away. أصلا هو لا هو لسه نحن إذا كان في متسع من الوقت حنمشي نشوف اللوك اب فانكشنز. اللوك اب كمان بتديك فلتر بمستويات اعلى شويه لانه اعلى من الادفانس فلتر، لكن اللوك اب ده ما اعرف هل الزمن بيسمح لنا، وهل التدريس اونلاين ده بيسمح انه نشتغل حاجات متقدمه شويه او كده، لكن بس يعني اتمنى الناس يصبروا شويه على الدروس، لانه الدروس ده احيانا يعني الناس ما بتقدر تتابع لحد النهايه. لا لا انت اصلا طريقه شرحك دي واضحه شديد بالمناسبه. بعد ذاك الميزه انه الريكوردينج حتى الزول موجود اللي يحتاج بيرجع، يعني ايوه ممكن شنو ممكن يوقف الفيديو ينتظر لحد ما يفهم الخطوه بعد ذاك يواصل. ارجع يشتغل ثاني من جديد. هاي هاي اي برضه جديد ان خلاص، شاء الله. اذا الامور مشت كويس نمشي، او بعد ما نخلص ده نمشي نشوف الفي لوك اب والاتش لوك اب والاكس لوك اب دي كلها يعني دوال، وفيها جروب باي وجروب باي دي كمان جديده ما افتكر حدثوها هسه في 365. نايس. فدي ممكن الناس تمشي فيها وتشوف الاكسل. طبعا عالم غريب وعجيب. طيب يا دكتور طارق، انا اذا طلعت مره واحده وجيت راجع لا 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 لا، لو طلعت مرة واحدة ما حنكون قاعدين، لأنه هسي أنا ما أنت بفرمك. بس أنت الوحيد الهوست، ما في كو هوست. أنت طيب هوست وكو هوست في الأكونت بتاعك الثاني. أنت ممكن تعمل شنو؟ لا ما تطلع من الزوم، أنت بس اقفل الإكزيل. ايوه طيب الإكزيل العادي اعمل له فورس ستوب، ايوه خلاص وأعمل ريفريش للكمبيوتر شوية كده وأفتح ثاني. طيب خلينا نحفظنا حاجاتنا ونحفظنا. طيب ممتاز كده انا ظهر بالنسبه لي وارجع للزوم من هنا. كده ظهرت ظاهرة اهي واضحة. ايوه ايوه طيب احنا اشتغلنا في ليسون 7 اللي هو عملنا هاو تو كالكوليت بيرسنت تشينج كده صحيح؟ كنا واقفين في الرسمه دي اللي هي اللي خربت علي، فقلت يا جماعه انه انا الرسمه دي دائما انا بعملها شفافه بالشكل ده عشان اذا احتجت امررها هنا فوق البيانات تسحب عليها بالماوس كده عادي وتجيبه فوق البيانات حقتك وتشوف منو منهم كان بوزيتيف ومنو منهم كان نيجاتيف، وبيديك شنو؟ بيديك الرسمه بالشكل ده، البوزيتيف باللون الاخضر والنيجاتيف باللون الاحمر. طيب ده الدرس السابق. الدرس الثامن هنا البرايس اند افتر بيرسنت البرايس اند افتر بيرسنت انكريز، يعني اذا زاد عندي السعر بنسبه محدده وكده انا بقدر امشي للسعر الجديد، اقدر احسبه باي شكل، وبعدين ممكن تساعدك في حساب التاسك والاشياء دي وكده، وفي مواضيع طبعا خاصه بالاكاونتنج وكده ممكن الناس برضو بعدين تشوف. مثلا هنا عندي ده هنقوله اجيبه هنا شايفين بالشكل ده كده، وهنا هنقول ده
نجي نحسب ثاني من جديد، نجيبه هنا. طيب نجي نشوف السعر ده، نحن لما نحسبه السعر كان 100 زاد 5%، السعر الجديد هيكون كم؟ السعر الجديد هيكون 105. طيب السعر هنا كان 50 زاد 4% هيبقى 52، السعر هنا كان 80 زاد 6% هيبقى 84.8، السعر هنا 20 زاد 3% بقى 20.6. احنا كيف نحسب هنا؟ دي المعادله بتاعتي من هنا. طيب تشيلها من هنا، شوف اللي هو الخليه اللي فيها السعر مضروبه في واحد زائدا النسبه، واحد زائد النسبه، فهنا تيجي تحسب المعادله بتاعتك بالشكل ده، يساوي الخليه اللي فيها السعر مضروبه في اللي هو هنا بتكتب يساوي الخليه فيها السعر الاول في اللي هو النجمه دي، تفتح قوس تكتب واحد زائد الخليه اللي فيها النسبه، تقفل القوس تعمل انتر، يجيك طوالي السعر الجديد، وبتمرر ده على بقيه القيم وبيجيك شنو؟ بيجيك النتيجه بتاعتك بالشكل ده. انت بتعرف السعر الجديد اذا عرفت نسبه الزياده في السعر، ودي طريقه كتابه المعادلات وكده. وممكن تعمل رسم بياني بعد كده للاشياء بتاعتك، لو عايز تعمل رسم بياني عادي ممكن من هنا تنزل هنا السعر الجديد، وتبتدي تعمل انسيرت هنا، وده الرسم بتاعتك من هنا، تبتدي تختار الشكل اللي انت عايزه، او من هنا اذا عايز تعمل شارتس، لو عايز تعمل هنا لو عايز تعمل بالشكل ده وتعمل بالشكل ده، وتختار اي شكل انت عايزه بالرسمه بتاعتك، وبعدها تديك الرسمه. انا عايز ادخل في مساله الرسوم دي اليوم، لانه الرسوم تقريبا في الحلقه الجايه ان شاء الله. طيب تقريبا دي كل الدروس اللي عندنا ليوم الخميس اليوم، اتمنى تكون كانت مفيده بالنسبه لكم، وانا هحتفظ بالملف ده وارسل لكم بعد ما خلصنا الدرس، عشان اذا في شيء او كده تقدر ترجع له وتقارنه بالملف الموجود عندك. انا اتمنى انه تكون الجلسه كانت مفيده وواضحه، والناس استفادوا منها، واذا في سؤال او شيء انا استمع لكم.